الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، في هذا الشهر الكريم ايها الاخوه، فقد المغرب احد ابطاله، عظيم من عظمائه، وهو جلاله الملك المغفور له باذن الله محمد الخامس طيب الله ثراه. في العاشر من رمضان توفي هذا البطل، وكلنا يعرف ما قدمه جلالته لهذا البلد من تضحيات، رفقة ولي عهده آنذا، ورفقة أبطال المغرب وعظمائه الذين بذلوا معه كل غالي ونفيس من أجل استعادة كرامة هذا الوطن، من أجل تحريره، من أجل الحفاظ على أعراض نسائه، من أجل الحفاظ على دينه، بذلوا من أجل ذلك الكثير. ولا يعرف
كلماتي في الرتين يشغل عندك شي حجة عندك شي برهان ويعمل حجة أخرى كاين وكيل جابك المال سير عند وكيل المال أما تنسدي يقدر في الفيسبوك ديالك وتبقى الشهر بعباد الله هذه فاحشة لا ينبغي أن تشيع هذه الثقافة ديال السب والشتم والتشهير لا ينبغي أن تكون الثقافة التي ينبغي أن تكون هي ثقافة العمل ثقافة النصح بلاص ما تقول لك السيد راك انت داير وفاعل وكذا كذا عرفنا شنو المشروع ديالك انت قدموا الناس صيفطوا الرؤية ديالك افتكر العمل ديالك انصح وري الحل ماشي نبقاو نعايروا ونهضروا على المشكلة ولكن تروح في المحل وقالوا الحب نعرفوا غنعايروا وانا لا استثني احدا جميعنا ذاك الرجل فلنتوب الى الله جميعا في هذا الشهر الكريم نتوب الى الله من تقصيرنا نتوب الى الله من زلاتنا تجاه انفسنا تجاه امتنا تجاه وطننا الكل ينبغي ان يتوب لا يستثنى احد الكل ينبغي ان يتوب الى الله عز وجل حتى اذا لم تاخذ شيئا فلا شك انك مقصر لا بد ان عندك شيء من التقصير كان ينبغي ان تفعل اشياء ولم تفعل فلنساهم جميعا ايها الاخوه لنحافظ على بلدنا هذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا ويحفظ سائر بلاد المسلمين اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا يكون تفرقا سالما معصوما ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما اللهم نور بعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبدادنا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل باعتبار أخبارنا وقنا شر وساوس الشيطان يا رب يا رحمن حتى لا يكون له عنا سلطان اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا مصرف علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم يا رب العالمين تغمد جلالة المغفور له محمد الخامس بواسع رحمتك اللهم ارحمه رحمة واسعة اللهم عافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله يا رب العالمين كذلك جلالة الحسن الثاني جلالة الملك الحسن الثاني اللهم طيب ثراه اللهم اغفر ذنوبه وتجاوز عن سيئاته وارفع درجاته اللهم تقبل منه صالح اعماله بالقبول الحسن برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارحم جميع شهداء هذا الوطن من بذلوا دماءهم واموالهم اللهم تغمدهم بوسع رحمتك اللهم اسكنهم في اعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم ارحم امواتنا ارحم اللهم ارحم امواتنا اللهم ارحم اموات المسلمين جميعا اللهم تغمده بوسع رحمتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام جلاله الملك محمد السادس اللهم انصره نصرا عاجلا تعز به الدين وتعلي به رايه الاسلام والمسلمين اللهم احفظه في ولي عهده المولى الحسن وفي احمد المولى الرشيد وفي سائر اسرته ملكيته الشريفه انك ولي ذلك